أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا ليوم الثلاثاء 29/3/2016. بالأمس ساد الدولة طقس مغبر بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما ازدادت السحب على الخليج العربي وصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الشمالية والجزر صباح اليوم. بينما تشير صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة إلى وجود تشكيلات مختلفة من السحب على الخليج العربي وشمال الدولة ووسط وجنوب المملكة السعودية. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث تشير إلى وجود امتداد منخفض جوي ممتدا من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 1000 متر على بعض المناطق. والطقس مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام، وتزداد الكميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية والجزر، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، الساحلية أواسط الثلاثينات، الداخلية أواخر الثلاثينات، وأخيرا الجبلية أواسط الـ20 درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون مضطرب وارتفاع الموجة تراوح من 2 إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 4 إلى 6 يصل 7 أقدام بالعمق. أما بالنسبة لبحر عمان، متوسط الموج وارتفاع الموجة تراوح من 1 إلى 2 قرب الساحل، ومن 2 إلى 3 يصل 4 أقدام بالعمق. طقس الغد مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والجزر، والرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة في أمان الله.